يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في بمعنى على فيه؟ ما هو هو اللي قاله، قاله غيره، هذا في اللغة ويحكي لك اللغة العربية، هو بيقول هذا من عنده. نعم. يقول وفي مقدمة كتابه التفسير ينفي تبادل حروف الجر، وأن الفعل يضمن معنى فعل وليس الحرف يضمن معنى حرف. إن كان هذا فهذه مستثنات، هذه المسألة مستثنات، مع أني لم أطلع على كلامها اللي تقول هذا، لكن إن كان هذا مستثنى، ما هو في كل الحروف. نعم.